استمعت لقائد الأركان واستمعت إلى وزير الدفاع، القاعدة الإسرائيلية العسكرية ثابتة، كل هذه التغييرات مستقبلا يعني بعد فترة زمنية ممكن يفحصوا تأثيره، ولكن الجيش الإسرائيلي لا يستند إلى من هو يتطوع ويقول أنا أوقفت تطوعي. الجيش الإسرائيلي له القدرات العسكرية كما قلت لك، يعني دائما يجب أن نتذكر، ولا أريد أن أدخل لأعداد الاحتياط طيب، والخدمة سنتحدث الدائمة ربما للجيش إذا اتسع الإسرائيلي. الوقت نتحدث للتأثير عن على الآن. المؤسسة العسكرية، لكن دعنا نتحدث عن الحكومة في ذاتها الآن. سيد وهبي، هناك تأثير لا شك على حكومة نتنياهو الآن. أنا أريد أن أطمئنك وأطمئن المشاهدين أن القاعدة العسكرية والقوى العسكرية الإسرائيلية ما زالت في ألف خير، وهذه التأثيرات هي تأثيرات جانبية وليس أساسية في إدارة أمن دولة إسرائيل. أما بالنسبة للحكومة، الحكومة هي بحكم الأغلبية، الغالبية هي التي تدير شؤون دولة إسرائيل، هي تحظى بتأييد 64 عضو برلمان، هذه الأعضاء تؤيد هذه الحكومة، ولا يقوم هنالك أي معارض أن يستطيع تغيير هذه طيب، المعادلة. من يريد أن يغير فليدخل المعركة الانتخابية، فليقيم أحزابا ويدخل إلى المعركة السياسية.